أفندم، الريحة دي وانت ايش دخلك؟ ايش دخلني ايه؟ انا البلم من الوحيد في الاوتيل دوت، ولازم اعرف كل حاجة بتدور هنا. عاد ببخر قوت اللي اجرها لي خطيبي فروست. هو انت اتخطبت لمستر فارس؟ وحياتك من اول نظرة. طب وفريدة؟ ده انت عشمتيها انها تتجوزه. ما كنت اعرف انه هو كان يريدني من اول نظرة. فريدة بتقول انك بتحاولي تسفريها عشان تضحكي عليه وتتجوزيه. لو فروستي بينضحك عليه كان اتجوز فريدة من زمان. طب انا اروح اقول لفريدة ايه دلوقتي؟ دي بعتنا تجسس عليكي. قلها تبعد عني وعن جوزي. جوزك؟ ده كان خطيبك من دقيقة واحدة، ايه الحيرة دي؟ اسمع، روح خبر فريدة قلها تروح تبلط البحر. تبلط البحر؟ هي وصلت لكده؟ والله انا اروح اقول لها. اقول لها واعلى ما خلها تركب. قفشتك. انت بتطلع لي منين؟ بطلع لك من اي حته. انت فاكر هصدق اللي انت سافرت وصاحبك يقول لي سافر تنزانيا؟ استاذ زودي انا ما بحبش الكذب ابدا، انا لسه نازل من الطياره حالا، حتى بص تراب الطياره اهو. تراب طياره ايه؟ انت مسافر بجمل؟ بص انا عندي تعليمات واضحه، يا الدفع يا الحجز. يا استاذ زودي يعني انت يعني يرضيك؟ يرضيني. طب يخلصك يعني؟ يخلصني. طب ينفع يعني؟ ينفعني. يعني انت هتحجز؟ ايوه هحجز يا سيدي، يا اما تدفع. تاخرت ليه يا زينه؟ مين زينة ديت؟ زينة عم زينة. زينة 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 زينة. مين الزينة المليحة ديت؟ اوعى دي خطيبتي. في ايه؟ انت اي انتهية معدية في الفندق تقول لي خطيبتي؟ ده انا مرة بسألك على التلاجة قلت لي مالكش دعوة بيها، دي خطيبتي. يا عم انا مش فاهم انت ليه مركز. مش عايزك تركز. ما تركزش يعني. زينة ده عامل الموضوع ايه؟ موضوع ايه؟ ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. استاذ زهدي عملت ايه؟ انت قلت لي حاجه، انت قلت لي عايز حاجه سريعه كده. الله يرحمك يا استاذ زهد. الله يرحمك. بطل توجعني يا فارس، بطل توجعني. اسعاف.